هالبيضة رح تتاكى. قالت بدها تتاكل بس ما قالت مين اللي بده ياكلها. البريق لساته سخن، على الأغلب من 10 دقايق بالكتير هنن طلعوا من هون. يعني معقول يكون واصلهم خبر؟ ما يكون في بالشرطة مخبرين لفيدات؟ وقف انت وياه، شو هالحكي هاد؟ بلا تخبيص، شرطة ترابزون ما فيها خونة. طيب غلطنا ومنك السماح، بس كيف وصلهم الخبر؟ أنا رح أعرف كيف صار هذا الشيء، ما تخاف بعرف جيبه لقليل الشرف. مو وقت هالحكي، هلأ خلونا نفترق لأنه لسه ما لحقوا يبعدوا ومنلاقيهم. يلا الممرضة اجت يا بيك. دخلها، بس هي جديدة، الممرضة القديمة مشغولة. ما بتفرق معي، تفضلي. بالإذن. ما قلبك شر؟ بتمنى يزول هالشر بأسرع وقت. إذا وجعتك قول فوراً. أنا ما بتوجع أبداً. طاهر كاليلي قوصك ما؟ أنت مين؟ ممرضة. بعرف ممرضة. طاهر كاليلي ما رح يقول قدام كل الناس إنه هو يلي قوصني. أكيد بتقربي ما هيك. فيك تقول خصم. إمتى رح تاخد نفس وتروح؟ لحتى طاهر يرجع لي مرتي. طيب وإذا طاهر ما بده يرجعها؟ أنت روح خدها وبعد اطلعوا من ضيعتنا. أنا ما بدي شي غير أخذها وروح. جرحك منيح وما في خطورة. شكراً كتير، ممنونك. حلمي، نعم فتاة بيك. هي البنت الممرضة، بدي أعرف مين وراها. هي بتعرف طاهر كاليلي، فافهم لي منين بتعرفه. إيه أمرك يا بيك؟